Hello my friends and welcome to my modest channel Abdelhaq English Farm. كيف ما كتشوفوا الحصه ديال اليوم ان شاء الله غنشوفوا common grammar mistakes in British English. بعض الاخطاء الشائعه في اللغه الانجليزيه خاصه في البريتش انجلش. هاد الاخطاء هادو صراحه خصنا ما نوقعوش فيهم خاصه في الدراسه الاكاديميه. فقط نشرح واحد النقطه قبل ما نبدا الحصه ديالي باش ما تدوخوش اصدقائي وتهوني مزيان. احنا في اللغه الانجليزيه يعني في لونجلي بصفه عامه عندنا الامريكان وعندنا البريتيش. هاد الجوج هما الامور اللي كنخدموا عليها. ما نهضرش على الاستراليين والكنديين، احنا كنهضروا على هاد الجوج اللي هما الامريكان والبريتيش فيرجن، يعني جوج ديال الفيرجنز عندنا. انا اليوم غادي نخدم معكم ونوريكم الميستيكس اللي كيوقعوا فيهم الاصدقاء في البريتيش انجلش خاصه في الجانب الاكاديمي. ما كندويش على السبوكن انجلش ديال ستريت لانجويج، الكاجوال انجلش ديال فريزز او العبارات، هذيك هضر كيما بغيتي يعني انت حر. حنا كندويو على برافو عليك ستاندرد ولا الفورمال ولا الاكاديميك انجلش. بس شي واحد ما يجي يقول لي كتعقدوا الامور ولا لا، هادو ميستيكس خصنا ما نديروهمش في الدراسه الاكاديميه ديالنا. وايضا من باب العلم بالشيء مزيان تكون عندي هاد الباك جراوند ولا الخلفيه انه نكون عارف. علاش؟ الا تلاقيت بواحد سبيكر اللي هو بريتيش نعرف كيفاش نتواصل معاه، ولا تلاقيت امريكان نعرف كيفاش نتواصل معاه. خصنا نعرفوا ان النيتيف سبيكرز ولا النيتيف سبيكرز راه هما البريتيش بيبل، هما الاصل. اوكي، اما الامريكان احنا كيف ما كنعرفوا في الثقافه وفي داكشي اللي قرينا خداو الريليجن، خداو الحضاره الكالتشر، خداو اللانجويج وداوها. اذا انا شخصيا انا كعبد الحق يعني كنبغي وكنحبذ البريتيش على الامريكا لانها ريتش غنيه، فيها بزاف د الحويجات اللي كنستافدوا منهم. الامريكان هي شويه ايزي، اوكي ايزير ذان بريتيش. علاش ايزي؟ سهلوا اللغه بحكم يعني البرونسيشن، بحكم بزاف د الحويجات، بحكم الكالتشر، بحكم كاين واحد الاثكس تما، يعني كاين البلاك بيبل وايت بيبل، كاين بزاف ديال الاكسنت. اذا هما سهلوا اللغه، ولكن انت حر في الاختيار. اذا هذه فقط كانت introduction باش نحطكم في الصوره باش تفهموني مزيان. اليوم غنشوفوا الميستيكس اللي خصنا ما نوقعوش فيها في البريتيش انجلش. وغالبا يعني لافاك تقريبا الفاكولتي اللي كاينين في المغرب يعني يونيفرسيتيز كيخدموا على البريتيش انجلش بواحد النسبه كبيره. ما كنهضرش على سبوكن انجلش ولكن كنهضر على البروغرام. اذا نقولوا بسم الله. اذا اصدقائي البروبلم اللي كيواجه بزاف الاصدقاء هو المشكل ديال التنسز. اذا غادي نشوفوا شنو المشكل اللي كيوقع بالنسبه للتنسز. فقط التركيز ديالك وغتفهمني مزيان. Many other languages have only one past tense and one future tense, but English has many tenses. يعني لغات اخرى ولا بعض اللغات عندهم فورم وحده ديال الباس وفورم وحده ديال الفيوتشر، ولكن الانجلي عندنا بزاف. علاش؟ عندي الباس سيمبل، عندي الباس بيرفكت، الباس كونتينيوس، الباس بيرفكت كونتينيوس، عندي الفيوتشر سيمبل، فيوتشر كونتينيوس، فيوتشر بيرفكت، الفيوتشر بيرفكت كونتينيوس. هاد التنوع وهاد التعدد هو راه كيخدم لك المصلحه ديالك، راه ماشي ضدك. ماشي تقول لي هو بزاف ديال الفورمز. علاش؟ هنا باش تكون انت فري في اليوز، لان انت هو اليوزر، كيعطيك الحريه واحد liberty for example to use the tenses correctly وبشكل اللي هو فيه راحه. اذا مزيان انه انت يكون عندك بزاف ديال التنسز باش تعبر على راسك في بزاف ديال المواضيع، ولا تكون مسدود كتعبر على موضع واحد بتنس واحد مثلا، ولا مواضيع وحده بتنس واحد. فقط باش تفهموني مزيان. مازال غتشوفوا after aspect و tense الفرق ما ناقشوش دابا. هنا هذا المشكل هذا حيت حنا كنشوفوا في اللغه العربيه ولا الفرنسيه ولا في الاسبانيه ولا في اي لغه عندنا مثلا فورم ديال الباس وحده وفورم مثلا الفيوتشر هذا اكزامبل، شنو كيوقع لنا؟ This makes it difficult for many learners. هذا كيدير واحد الصعوبه للمتعلمين. هنا ركز معايا مزيان خويا اختي باش تفهموني. Some of the most common mistakes are between the use of the present perfect I have seen the Harry Potter film and the simple past I saw the Harry Potter film yesterday ولا last week. هنا ركز معايا مزيان. المشكل الكبير اللي كاين في البريتيش انجلش هو استخدام ولا الفرق ما بين البريزنس بيرفكت والسيمبل باس. الا خدينا الجمله الاولى اللي هي البريزنس بيرفكت اي هاف سين ذا هاري بوتر فيلم، هذا اليوز ديال البريزنس بيرفكت. ثاني السيمبل باس اي سا ذا هاري بوتر فيلم لاست ويك ولا يسترداي، لان هذه فقط تايم اكسبريشن، هذا باس. هنا حل معايا ودنيك وتفهمني. البريتيش بيبول كيستخدموا ولا كيبغيو يستخدموا اكثر البريزنس perfect، في حين ان الامريكان كيفضلوا simple past. نعاود، البريتيش سبيكرز كيفضلوا present perfect لانه هما شويه posh و polite في اليوز ديال اللغه الانجليزيه، خاصه في present perfect كيعطيهم هذيك اللغه تكون فخمه. اما simple past كيبغيو يستخدموه الامريكان. هاد جوج ديال الجمل اللي خديناهم غنقولوا بجوج بهم صحاح، ما عندكش فيهم problem. الفرق
اللي كاين ان السبيكر نمبر 1 اللي قال لي اي هاف سين ذا هاري بوتر فيلم عطانا واحد لاكشن وقعت في الباست ربما نير ذا بريزنت ولكن ما قالش امتى ولكن راها باست. ثاني اللي هو سيمبل باست اي سو ذا هاري بوتر فيلم لاست ويك هنا عطانا سبيسيفيك تايم لهذا قلنا البريتش انجلش شويه بوش والامريكان كيسهلوا شويه اللغه في هذا الجانب صراحه هنا كيعجبوني بالنسبه للسيمبل باست في اليوز. اذا فقط هذا واحد المثال باش تفهموا به مزيان نزيدوا باش تفهموا اكثر. دابا اصدقائي غادي نشوفوا the most common uses of the present perfect are اهم استخدامات ديال present perfect في اللغه الانجليزيه وخاصه في البريتش اوكي حتى في الامريكان كيتفقوا على البوينت ولكن نشوفوا البريتش اكثر. هي اولا when you are talking about any time before now not a specific time in the past or we don't know when something happened يعني بصفة عامة ملي كنهضروا على واحد الحدث ولا واحد لاكسيون وقعت في واحد الوقت معين في الباس وما عرفناش امتى ما عارفينش الوقت فقط حدث وقع عنده واحد الامباكت. مثلا الا خدينا ليكزامبل نمبر 1 اي هاف بين تو ايتالي انا فقط عطيتك واحد المعلومة انني كنت في الطاليان ولكن امتى يعني وين وي دون نو. اذا هاد اليوز نمبر 1 ملي كنهضروا واحد لاكسيون اللي وقعت في واحد تايم بيفور ناو في الباس بطبيعة الحال والتايم ما معروفش امتى. Tani, when you are talking about unfinished time, such as today, this year, etc. يعني ملي كتبغي تهضر على واحد الحدث اللي كيكون مثلا ما عارفينش امتى سالة يعني unfinished time. اوكي مثلا اليوم مثلا العام اللي فات الشهر اللي فات اوكي unfinished. الى خدينا هاد الاكزامبل نفهموه مزيان I have drank هنا عندنا drank كيف ما كتعرفوا الباست بارتيسيبل ديال الفيرب تو درينك اوكي لان هذا irregular. I have drank 5 caps of coffee اوكي today. هنا منين قلنا اصدقائي I have drank 5 caps of coffee today we are talking about unfinished time the time هنا درنا today هذا اليوز نمبر 2. بالنسبة ليوز نمبر 3 when there is a strong connection to the present ملي كيكون واحد الالتقاء كبير مع البريزنت هذا هو الانفلونس ولا الامباكت اللي كيكون عنده تأثير على البريزنت المضارع. شوفوا معي الاكزامبل I don't know where my book is إذا أنا قلت ما عارفش فين هو الكتاب ديالي. Have you seen it وجيت سولتك قلت لك واش شفتيه ما قلتلكش do you for example see it ولا did you see it. Have you seen it علاش قلنا have you seen it لأنني كنسولك برافو عليك على واحد لاكسيون اللي قريبه كي الكونيكشن بالنسبه للبريزنت المضارع ان يلاه دابا كنسولك على ذاك الحدث لانني ما لقيتش الكتاب ديالي هذه كتسمى كونيكشن واحد الكونيكشن للبريزنت. شوفوا شحال عندك ديال الاستخدامات بطبيعه الحال البريزنت بيرفكت ومني كنقول هادشي الاصدقاء كيقول لك لا راه كاين استخدام واحد ولا كتصعبوا علينا لا راه كاين بزاف ديال الاستخدامات وانت اللي خصك تعرف امتى تستخدم الزمن في البوينت اللي بغيتي نتايا ولا في التايم اللي بغيتي. Also number 4 with certain set phrases and time words مع بعض العبارات ومع بعض الكلمات الدالة على الزمن مثلا I'm not hungry انا ماشي جيعان I've just eaten dinner اذا هنا ملي تنقولوا I've just eaten dinner يلاه كليت dinner هاد I've just راه واحد الاكسبريشن ولا واحد الفريز كنخدموا بها بزاف مثلا I've just seen him I've just arrived I've just watched TV يعني يلاه درت الحاجة اوكي مثلا نقول لك اجي تفطر معايا لقيتيني كناكل تقول يا سوري I've يعني هي I have I've just eaten ولا taken my breakfast هذيك ناخذوها بحال واحد time word اللي هي just مثلا ولا adverb والphrase هي العبارة اللي كندوي بها. Also I've recently يعني recently مؤخرا returned from Casablanca يعني رجعت مؤخرا يلاه رجعت مؤخرا من الدار البيضاء. هاد I've just recently ولا sorry I've recently ما نقولوش I've just I'm sorry I've recently returned هذه واحد expression اللي كتستخدمها مع بزاف ديال verbs حسب الاستخدام ديالك. نمشي نشوفوا اصدقائي بوينت نمبر 5 when we are starting to tell a story ملي كنبداو نروي ولا نديرو narration لواحد القصه the first sentence اول جمله usually contains the present perfect كندوي على البريتش انجلش اصدقائي باش ما تقولش ليا وديك once upon a time ولا شي حاجه ولا past simple present perfect كندوي على البريتش انجلش. Ali has broken his arm هنا بطبيعه الحال انا كيبان ليا الستوري غتكون زوينه علاش تخيلوا معايا هاد الجمله انت Ali has broken his arm قريتيها فهمتي بان علي تهرسات برافو عليك الذراع ديالو كاين واحد الامباكت ماشي بحال علي فور اكزامبل بروك هيز ارم لاكسيون سالات اذا لا داعي نبقى نعاود نجبد الماضي نبش فيه. الفكره بغيت نوصل لكم ان البريزنت بيرفكت كيخلي الناريشن انا كنشوفه شويه حي وكيعطيني واحد الامباكت وكيبعثو للحياه. شوفوا معايا النسق كي غادي علي هاز بروك هيز ارم ديد يو نو هذه زوينه بزاف احسن ما تقول علي بروك هيز ارم ديد يو نو
هذه غتكون امريكان، ولكن ملي كتقول علي هاز بروكن هيز ارم اذا كاين امباكت اه ومن بعد ديد يو نو واش عرفتي هنا مزيان نديروا الباس سيمبل. من بعد غنقول لك هي فيل اوكي هي فيل اوف اللادر يسترداي يعني طاح اوكي هي فيل اوف فور اكزامبل طاح من واحد السلوم اوكي اللادر كيف ما كتعرفوا البارح. اذا هنا شنو كنستخدموا؟ كنستخدموا برافو عليك، كنستخدموا الباس سيمبل. هنا كاينه كومبينيشن ما بين البريزنت بيرفكت والباس سيمبل. نتمنى اصدقائي تكونوا فهمتوا مزيان هذا البوينت. نيكست وان نمبر 6، when you are talking about a situation that started in the past and continues okay continues in the present. ملي كتهضر على واحد الحدث اللي كيكون بدا في الباسي ومستمر للبريزنت. مثلا I have lived here for 3 years. هنا I have lived هو البريزنت بيرفكت. هير هنا يعني كنهضروا على واحد الحدث طبيعة الحال اللي في الباس، راني كنت بديت كنسكن هنا. شحال المدة؟ for 3 years. واش باقي كنسكن؟ اه باقي. كي اللي غيقول لي حبس اخويا، يا قلتي لينا واحد المره وقرينا مع الاساتذه ملي كتكون for duration كنديروا برافو عليك present perfect continuous. خصك تعرف انه راه present perfect continuous والpresent perfect هما خوت اشقاء. الفرق اللي كاين انه ملي كيكون time expression عاد تعرف اش من زمن غدير، والduration هي اللي كتحدد لك واش غدير present perfect ولا present perfect continuous. هنا راه اللي درتيه مزيان ما كاينش problem. هذيك الcontinuous continues اللي غادي تزيد ما يسمى بالcontinuous، كيفاش نتفاهموا هنا اللي كنقولوا continue يعني الverb، انا كندوي على الcontinuous هذيك فقط form ديال duration. اما هنا I have lived here for 3 years هدرنا على برافو عليك واحد situation اللي بدات في الباسي ومستمرة يعني present. ملاحظة أصدقائي هنا خصكم تردوا معي البال. There are other times، هنا times راه countable لأن the word time كان عاود تاني أصدقائي يقول لك واكي يقولوا لنا time uncountable باش قلتي S هتفهموني مزيان. There are other times يعني أوقات أخرى the present perfect is used okay but these are the most common. كاين استخدامات أخرى أن فين كنستخدموا present perfect يعني من غير هاد 6 اللي شفنا، ولكن هادو هما الأكثر استخدام أصدقائي، ركزوا عليهم. اوكي دابا هنا بغيتكم تردوا البال شويه معايا في هادشي اللي غنشوفو. It is used much more in British English than it is in American English. على من كندوي برافو عليك، هذيك it كتعود على present perfect. اذا هذه فكره عامه، اذا الا قلت لك انا شكون اللي كيستخدم present perfect بزاف غتقول لي البريتش، الا قلت لك واي غتقول لي حيت هما posh ديك لا لونغ ديالهم ديال politeness بحال الكوين بحال الاوبرا فور اكزامبل، هما ديما كيهضروا مؤدبين. الامريكان ما كيستخدموش البريزنس بيرفكت بزاف. شوف معايا مزيان. The simple past is used if we talk about a fixed time in the past. يعني ملي كنستخدموا simple past ملي كنهضروا واحد لاكسيون اللي كتكون fixed في الباست. Or about time that is now finished. ولا واحد لاكسيون اللي كتكون happened done سالات في الباست. لهذا كنقولوا we use the past simple ولا simple past بحال بحال. When we are talking ولا when we talked for example about finished actions. For example شوفوا هذا المثال. ركزوا هنا معايا مزيان باش تفهموني مزيان في هذا الاكزامبل. Yesterday مثلا last year بغيت غير نقول لكم بان هاد الكلمات هادو كلهم كيمشيو مع الباس. In for example 1965 كاملين. When Shakespeare was alive يعني في هذيك السنه ملي كان شكسبير حي. اذا هنا قلنا was past simple ديال verb to be. مالو هنا we can't for example على سبيل المثال say Shakespeare has written a lot of plays. هنا ميمكنش نقولو Shakespeare has written a lot of plays. علاش؟ حيت هو مات. ميمكنش نستخدمو present perfect. لهذا قلنا the simple past is used if we talk about a fixed time in the past وكتكون لاكسيون سالات. هنا شنو بغينا نوضحو؟ Shakespeare has been dead يعني هو مات for a very long time. إذن هو توفى okay في واحد الوقت اللي هو مدة طويلة. So his time of writing إذن الوقت ديالو ديال الكتابة اللي كان يكتب فيه is finished. إذن هو سال الكتابة. إذن هنا من الأفضل ومن الأحسن okay we therefore use يعني is better for example to use the simple past and say Shakespeare wrote a lot of plays. الفكرة اللي بغيت نوصل لكم انه في بعض الاحيان انت خصك تكون ذكي في استخدام الزمن ديالك. فعود ما غنقول Shakespeare has written a lot of plays وهو مات، اذا حنا نبينوا انه مات لان اصلا هو فينيش، هو راه انتهى وكتابته انتهت. ها انت فهمني مزيان، انتهى سالات done happened، اذا حتى الكتابة سالات. اذا من الاحسن استخدموا simple past في هذا البوينت. نتمنى اصدقائي تكونوا فهمتوا هذا البوينت بشكل مبسط. Now my friends, I'm going to show you point number 2 articles.
Articles are another problem you may have with the English language. Maybe your language doesn't have articles, or maybe it uses them in a different way, and this makes it very difficult for you. إذا الارتيكل سموهم المشاكل اللي كيتعرفهم الأصدقاء ولا الميستيكس في اللغة الإنجليزية. ربما اللغة العربية ولا اللغة ديالنا مثلا ما فيهاش articles, ولا ربما فيها articles وماشي بديك الصعوبة اللي كاينة في اللغة الإنجليزية. لهذا كيخص شوية ديال التركيز مع الارتيكلز. هنا أصدقائي غادي نشوفوا بأنه عندنا there are two different kinds of articles in English. كاين جوج ديال أنواع الارتيكلز في اللغة الإنجليزية. عندنا the definite article, the المعرفة ال أوكي اللي كتسمى definite, and the indefinite article or articles اللي هي a and n. أوكي. There is also something called the zero article. هذه كنقصدوا بها no article used. ما كيكونش عندك article. ما كدير لا A لا N لا D. كتسمى zero. ما كتصيفش انت zero في الفراغ. المهم ما كدير والو. مزيان. So what problems do people have with articles? شنو هما المشاكل اللي كيلقاو الناس ولا المتعلمين مع الارتيكلز؟ اسمع مزيان. Well, the most basic rule is that if we know what is being talked about, we use the. And if we don't know, then we use a or an. يعني الفكرة أنه مني كنعرفو داك الشيء اللي كندويو عليه اللي هو معرف كنستخدمو د, ولكن مني ما كنعرفوش علاش كندويو النكرة كنستخدمو a an. الفرق اللي كاين ما بين a و an أنه باش نديرو a خص الكلمة بطبيعة الحال تكون singular, وباش نديرو an تكون singular. لهذا قلنا of course the noun has to be okay singular and not plural. بحال مثلا an apple نقولو apples, the apple is mine. مثلا a pen okay. Okay, for example, the pen is mine. إذا الكلمة اللي كتمشي مع a و n دائما singular ماشي plural, لأن كيكون عندنا برافو عليك singular باش نكونو بطبيعة الحال plural. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا دابا الفرق ما بين د و a n. إذا د مني كنكونو نعرفو و a n غير يعني نكرة غير معرف. نشوفوا هاد الاكزامبل ونفهموا اكثر. I can see the moon. I can see the moon. يمكن رؤية القمر. اذا القمر عرفته لانني كنعرف علاش كندوي. اذا هنا we use the because there is only one moon. حيت كاين قمر واحد, لهذا غنقولوا كنعرفوه حيت ما عندناش بزاف ديال الاقمار. اذا ما نقولوش for example a moon ونقولوا the moons. اوكي فقط the moon لانه عندنا one. I gave my chocolate to the girl in the blue dress. أعطيت الشكلاط ديالي لهذيك البنت. إذا the girl أنا عرفتها باش عرفناها لأنها كتلبس the blue dress. إلا درت أنا وشفت شكون هي the girl for example whose girl, شكون هاد البنت هادي, أندور غتبان لي واحد البنت كتلبس. إذا هنا عرفتها the girl in the blue for example dress. نقدر نقول I gave my chocolate to a girl, نتا غتقولي whose girl for example, نقولك the girl okay in the blue dress ولا with the blue dress, لأنني عرفتها باللون الأزرق اللي كتلبس. So we used because we know which girl. إذا إحنا كنعرفوا أش من فتاة. ممكن نستخدموا which هنا وخا girl راها طبعاً هاد person possible ماشي مشكل. We are talking about she is wearing the blue dress, حيت كتلبس هذاك ال blue dress. مزيان. هنا غنشوفوا A. I saw a big dog yesterday. يعني شفت واحد الكلب كبير البارح. واحد الكلب ما عرفناش أش من كلب هي من كدوي, غير واحد الكلب. بمعنى we use A because we don't know this dog. إحنا ما عارفينش هاد الكلب هذا واش طويل مثلاً, ماشي طويل يعني واش كبير, بغيت نقصد واش كحال واش بي, يعني ما عارفينش اش من نوع الكلب كدوي عليه. It is the first time it has been mentioned. أول مرة ذكرتيه لينا, أول مرة. إذن هنا ممكن نقوله I saw a big dog yesterday, then okay بعد ذلك the dog bit me, مور منها عضني. إذن هنا مني كنقوله the dog, هذاك الكلب اللي شفته هو اللي عضني. أول مرة كان نكرة ومن بعد عرفناه لأنه منين عضني عرفته. هذا هو الفكرة اللي بتنوصل لكم. We used in the second sentence, في الجملة الثانية, because now we know which dog is being talked about. دابا عرفنا أش من كلب دوينا عليه. مزيان. Another mistake students make with articles is when they are talking about things in general. أيضا واحد الخطأ آخر كيوقع في الأصدقاء من كيدوي على شي حاجة اللي كتكون in general. مثلا It is often difficult to understand why we say people are more selfish these days, but the people I met on holiday were very
friendly. يعني هنايا كيكون مشكل انك تعرف الفرق ما بين هذه الجمله اللي هي people، اوكي people ما درناش الارتيكل، are more selfish these days، والجمله اللي فيها الارتيكل the people I met، يعني الباس ديال meet on holiday were very friendly. الفكره شنو هي؟ The basic rule، يعني القاعده الاساس، is that if we are talking about something in general، ملي كنديروا شي حاجه اللي كتكون general عامه، we do not use an article، ما كنستخدموا حتى article، غنستخدموا zero article، ما نديروا والو. But if we are talking about one group، يعني group واحد of something، then we use the definite article. الفكره اللي بغيت نوصل لكم، الجمله الاولى people are more selfish these days، هنا we do not use an article. علاش؟ بطبيعة الحال لأننا هنايا we are talking about something in general، كندوي على الناس بصفة عفوا عامة. ولكن الجملة الثانية the people، هنا بطبيعة الحال كندوي على group of people. أش من الناس؟ the people I met، هذيك المجموعة اللي تلاقيت. نتمنى تكونوا فهمتوني. إذا هنا خصك تكون أنت برافو عليك smart، تكون ذكي في الاستخدام، ماشي تجي وتقول لا راه قلت هنا the people، هنا people، هنا the people، وهنا people مثلا، ولا تخربق. خصك تفهم بهذه الطريقه اللي قلت لك. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هادشي اللي كنوصل لكم بطريقه بسيطه جدا. اوكي هادشي هذا بحال واحد النوتيس رد ليها البال. The best advice، يعني النصيحه اللي غنعطيك، I can give is to read as much as possible and you will start to get a feel for what is right and what is wrong. احسن طريقه باش تخدم هادشي مزيان وتفهم هادشي اللي شفنا tenses و articles is reading، لان كنقولوا practice makes perfect. لان ملي كتكون دير reading you come across for example many cases ولا rules اللي من خلالهم غتفهم هادشي اللي قلنا بشكل اللي هو برافو عليك اللي هو practical ولا كيكون بشكل تطبيقي. نتمنى تكونوا فهمتوني اصدقائي الاعزاء. Now my friends غنمشيو نشوفوا word order، يعني الترتيب ديال الكلمات في الجمله. هنا غادي نهضروا بزاف على الادجكتيفز لان بزاف الاصدقاء كيديروا الترجمه من اللغه الام. شنو بغيت نوصل لكم هنايا؟ word order is another challenge for learners of English. اصلا هاد word order تحدي بالنسبه للمتعلمين اللغه الانجليزيه لانهم كيديروا ما يسمى بالترجمه، كيترجموا داكشي في دماغهم حرفي. لهذا كننصحوا جوجل ما تمشيش ترجم فيه جمله، ترجم فيه كلمه فقط، حتى البرونسيشن ما تسمعش ليه كلمه، ما عمرك ترجم جملة حيث غادي يوقع لك مشكل. One mistake students often make when they start to learn، ملي كيبداو يتعلموا، is with the word order of adjectives. كيف ما قلت الادجكتيفز خاصة ترتيب الصفات ملي كيكون عندك في الجملة. الفكرة بغيت نوصل لك شنو هي؟ Many languages، بزاف اللغات would say، بزاف اللغات خاصة العربية يقدروا يقولوا مثلا I have a bag brown، يعني عندي واحد الباك براون، يعني عندي محفظة بنية عادي، عندي محفظة بنية. But in English we always put the adjective before، بحال كان سويتشي، والادجكتيف في اللغة الإنجليزية عقل عليها كتكون before the noun، أوكي ماشي after. And say، هذه اللغة الإنجليزية الصحيحة، I have a brown bag. إلا مش ترجمها في جوجل غيقول لك عندي بنية مثلا ومحفظة، تقول شنو تخربيق، راه ماشي تخربيق، راك أنت اللي غلطتي. لهذا avoid please Google. يعني كنهضر على translate بطبيعة الحال. There are also rules، كاين قواعد أخرى about the order of adjectives if we use more than one. إذا ملي كيكون عندك الجملة فيها أكثر من adjective، هنا عندنا غير براون وحدة، دابا أكثر شنو غادي نديرو؟ For example I have a beautiful big blue wooden table. ماشي جيت أنا على هواية وكتبتها ولا تقول لي أنا غنقول I have a big blue beautiful wooden، أنا جاتني، لكن واحد الأوردر. هنا هذا الأوردر هذا راني ندير لكم الألوان غادي يعاونوك، هذا واحد شوية advanced، مع الوقت غتفهمو. هو في spoken English معليش واخا تغلط ما كاينش مشكل، واخا تقول I have a big beautiful blue wooden ماشي مشكل، ما كيتاخذوش بواحد الايرور، ولكن خصك ترد البال في امور الاكاديميه اصدقائي. هادشي اللي قلنا بحال هاد الطريقه هادي. The basic rule is that we use adjective in or adjectives in this order. الاصل هو استخدام الادجكتيف ولا الصفات بهذا الترتيب اللي غنشوفوا لهذا الاوردر. اولا كنعطي الاوبينيون، لهذا قلنا بيوتيفول هو الاول، ولا كلافر، ولا اكسبنسيف يعني الراي ديالي في ديك الحاجه، هذا كتسمى اوبينيون.
ثانيا غنحط الادجكتيف ديال السايز اوكي ديال الحجم بحال بيج شورت وايد اتسيترا. السايز كيجي من بعد. من بعد كتجي الكالر مثلا بلو ريد كنعرفوا الكالرز كاملين. افتر الماتيريال هنا قلنا وودن ميتال بلاستيك فور اكزامبل جولد اتسيترا. هادو غير واحد الاكزامبلز ما راه كاينين بزاف هاد الثلاثه هادو ولا الاربعه اللي خدمنا من اهم الامور اللي غادي نشوفوا غير في هاد الاكزامبلز. اما اللي قلبتي غتلقى اذر برافو عليك يعني نقولوا فور اكزامبل ادجكتيفز واحد تايبس اخرين سكتها هما تدخلهم في البلاصه ديالهم. لهذا there are other times that word order in English may be different from your language يعني هاد الترتيب ديال الكلمات مختلف عن لغتك الام and you will only discover تكتشف هاد الشيء هذا as you continue learning ملي كتقرا وتزيد تستمر في القراءه. اصدقائي نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الليكتشر هادي. thanks for watching my friends نتمنى ديروا لها sharing and caring among your friends. نشوفوا ان شاء الله في حصه مقبله. معلاش اصدقائي ما كديروش لايك ولا ديسلايك ماشي مشكل باش الفيديو يبان ما بين الاصدقاء لان كنلقى مثلا اكثر من 1000 كيشوفك مثلا وكتلقى 60 لايك ماشي مشكل واخا ديروا ديسلايك غير المهم انا بغيت ديك ال1000 دير لي ديسلايك كامله ما كيهمنيش غير المهم ديروا لي التاتش ديالكم اصدقائي وحطوا الكومنتس ديالكم التعليقات ديالكم اي اقتراحات مرحبا. سينيكس تايم ان شاء الله اند جود باي.